أهلا بكم. سنعلمكم في هذا الفيديو كل ما تحتاجون معرفته من أجل تسجيل التصويت والتصويت في انتخابات فيرمونت. من أجل التصويت يجب أن تكونوا مسجلين للتصويت في فيرمونت. التسجيل للتصويت في فيرمونت سهل للغاية. هناك العديد من الطرق للتسجيل للتصويت. يمكنكم التسجيل للتصويت في وقت مبكر في مكتب كاتب المدينة الذي تعيشون فيه. يمكنكم التسجيل عن طريق ملء نموذج وتقديمه إلى مكتب كاتب بلدتكم. يمكنكم التسجيل عن طريق البريد. إذا قمتم بالتسجيل عن طريق البريد وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقومون فيها بالتسجيل للتصويت في فيرمونت، يجب عليكم إرسال نسخة من أحد أشكال تحديد الهوية التالية عبر البريد. يمكن أن تكون هذه بطاقة هوية بصورة صالحة مثل رخصة القيادة أو جواز السفر. يمكن أن تكون فاتورة مرافق حالية أو كشف حساب بنكي حالي أو مستند حكومي يجب أن تحويه على العنوان الذي تعيشون فيه الآن. يمكنكم التسجيل عبر الإنترنت أو في يوم الانتخابات. يمكنكم التسجيل للتصويت في مكان الاقتراع الخاص بكم. ستحتاجون إلى الذهاب إلى طاولة مختلفة وقد يستغرق الأمر بعض الوقت الإضافي. إذا انتقلتم إلى مدينة جديدة فأنتم بحاجة إلى التسجيل للتصويت في تلك المدينة الجديدة. إذا انتقلتم داخل بلدتكم يجب عليكم تحديث سجل الناخب الخاص بكم مع كاتب المدينة. من المهم أن تعرفوا أن المواطنين فقط هم الذين يمكنهم التصويت. إذا لم تكونوا مواطنين أمريكيين وصوتتم في انتخابات فيدرالية فقد تكون هذه جريمة قد يترتب عليها الترحيل من البلاد. عند التسجيل للتصويت لأول مرة سيطلب منكم أداء القسم. القسم هو وعد بأن تصوتوا فقط لما تؤمنون به. أنتم تعيدون بعدم التصويت أبداً لشخص ما لأنه قد دفع لكم المال أو لأن شخصاً ما يجبركم أو يرهبكم. يجب التصويت بضميركم. متى يمكنكم التصويت؟ يمكنكم التصويت في يوم الانتخابات. يمكنكم أيضاً التصويت مبكراً في مكتب الكاتب لمدة تصل إلى 46 يوماً أو 6 أسابيع قبل يوم الانتخابات. أو يمكنكم طلب إرسال اقتراح بالبريد إلى منزلكم. تحتاجون إلى التأكد من رجوع الاقتراح إلى مكتب كاتب المدينة قبل يوم الانتخابات لتخططوا مسبقاً. تأكدوا من معرفة مكان الاقتراح. يمكنكم أن تسألوا في مكتب كاتب المدينة. عند الوصول صفوا مع مقاطعتكم. معظم الوقت الخطوط قصيرة، لكن في بعض الأحيان مثل الانتخابات الرئاسية يمكن أن تكون الخطوط طويلة. عند الوصول إلى الطاولة أعطوا أسماءكم بوضوح. أخبروا الموظفين باسم العائلة أو بالاسم الشخصي أولاً. سيتأكد موظفو الانتخابات من أن اسمكم مدرج في قائمة الناخبين المسجلين. سوف يعطونكم ورقة اقتراع. أحضروا ورقة الاقتراع إلى أحد مقصورات الخصوصية. سيكون هناك قلم في المقصورة لتتمكنوا من الإشارة في ورقة الاقتراع الخاصة بكم. املأوا الدائرة بالاسم الذي تريدون التصويت لصالحه. في معظم الأوقات ستكونون قادرين فقط على التصويت لشخص واحد، لكن بالنسبة لبعض الانتخابات مثل مجلس فيرمونت ستكونون قادرين على التصويت لأكثر من شخص. سيخبركم الاقتراع بذلك. إذا كنتم لا ترغبوا في التصويت لصالح أحد المرشحين المدرجين في القائمة فهناك مساحة لكتابة أي اسم تختاروه، لكنكم لستم مطالبين بكتابة أي اسماء. في بعض الأحيان في الانتخابات المحلية هناك أيضا أسئلة يجب التصويت عليها مثل رفع أو عدم رفع ضرائب المدارس. ستكون هذه الأسئلة أيضاً على ورقة الاقتراع وأحياناً على الجانب الخلفي أو على ورقة منفصلة. بمجرد الانتهاء من التصويت في الاقتراع ستأخذون اقتراعكم وتضعوه في آلة تصنيف الأصوات. سوف يساعدكم عامل الاقتراع إذا لزم الأمر. لن يعرف أحد كيف صوتتم، إنه أمر خاص. متى يوم الانتخابات في فيرمونت؟ الانتخابات المحلية لمنصب رئيس البلدية، مجلس إدارة المدرسة، وعضوية مجلس المدينة أو مجلس الاختيار المحلي يحدث يوم الثلاثاء الأول من مارس. وفي كل 4 سنوات يعتبر هذا اليوم نفسه هو أيضاً يوم الانتخابات الرئاسية. تحدد الانتخابات التمهيدية الرئاسية المرشحين الذين سيتم ترشيحهم لرئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات العامة. عندما تطلبون اقتراعاً غيابياً مبكراً أو إذا قمتم بالتصويت في يوم الانتخابات
سيتم سؤالكم عن الاقتراع الذي تريدون التصويت فيه، ديمقراطي أو جمهوري. غالباً ما يكون هناك العديد من المرشحين لشغل العديد من المناصب، فلن تصوت فقط لمنصب الرئيس. يتم إجراء الانتخابات التمهيدية الرسمية في يوم الثلاثاء الثاني من شهر أغسطس. في هذه الانتخابات ستحصلون على جميع بطاقات الاقتراع الحزبية الديمقراطية والتقدمية والجمهورية للمشاركة في كشك الاقتراع. ستحصلون بعد ذلك على قرار الاقتراع الحزبي الذي ترغبون في التصويت فيه. يمكنكم التصويت في اقتراع حزب واحد فقط. تجري الانتخابات الفيدرالية وانتخابات الولاية في فيرمونت يوم الثلاثاء الأول من شهر نوفمبر. هذه الانتخابات تحدث كل عامين. في انتخابات الولاية سوف تكونون قادرين على التصويت للحاكم والحاكم الملازم والأمين العام للولاية والمدقق وأمين الخزانة والنائب العام. سوف تكونون قادرين أيضاً على التصويت لصالح الممثل المحلي في الهيئة التشريعية لولاية فيرمونت ولأعضاء مجلس الشيوخ في مقاطعتكم. في الانتخابات الفيدرالية سوف تكونون قادرين على التصويت لصالح الممثل الفيدرالي في الكونغرس وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي الخاص بكم وكل 4 سنوات لرئيس الولايات المتحدة. Hi, I'm Vermont Secretary of State Jim Condos, Vermont's Chief Elections Officer. The right of every U.S. citizen to vote is a sacred right enshrined in our Constitution. By voting, you help choose who represents you in your local, state, and federal government, and you help make important decisions in your community. Every time you use your precious right to vote, our democracy grows stronger. As a proud second-generation American whose grandparents came through Ellis Island, it is a great honor for me to welcome all new citizens into the voting process. Please register to vote and then cast your ballot on or before Election Day. Remember, your vote is your voice. لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على موقع أمين عام ولاية فيرمونت. شكراً.